طريق الفخور اليوم السابع في بث مباشر جديد من داخل مطعم صبحي كابر. طبعا احنا حصري مع اول لقاء لاصحاب المطعم الجديد اهو قدامكم. صاحب المطعم عرف بنفسه وهيرد على كل اللي اتقال حوالين الموضوع. اعرف عليك خير يا فندم. معاك حضرتك حسن الامام. انا الحاج صبحي بعلي المطعم ده من شهر واحد وخد فلوس التحويلات بنكيه. الكلام ده مثبت. وطبعا هو اللي اكتشفت دلوقتي ان الدنيا ايما امبارح اللي انا بقول انا ما خدتش فلوسي. لا الكلام ده مثبت بايداعات بنكيه كامل القيمه. وراح عمل لي توكيل توكيل في الشهر العقاري. استحاله يعمل لي توكيل في شركه الا اذا كان اخد فلوس وعمل لي عقد تشغيل بالعلامه التجاريه. كل ده في اوراق. طبعا يا السوشيال ميديا مش محل الاظهار الاوراق او هي محكمه. لا الكلام ده هيتقدم في القضاء. هو انا ما بعتش علامه تجاريه. لا ده باع العلامه التجاريه وباع كل وباع للمطعم وباعهولي. وانا كان مسلمني العماله العدد هو اللي فيه هو ومفيش حد اتغيرت. وهو وبرضه عايز اقول لكم ادي من اقدم الناس اللي كان شغاله معاه. من كان بيقول ان الناس القديمه كلها مشيت. ما حصلش. وده مع عم بلبل معاه من سنه 95 وهو يقول. اولا سلام عليكم حاج صبحي اخويا وحبيبي وكل حاجه. وجاره في ضيوف الفرح. وجاري وكل حاجه. يعني الملابسات اللي ما بينهم دي انا لا علاقه ليا بيك. انا بتكلم بصفه شخصيه. هو اخويا وحبيبي وكل حاجه. احنا موجودين سواء بقالك كام سنه معايا يا حاج؟ يعني احنا متربيين مع بعض بقالنا كتير. يعني كام شغال معاه؟ هو بيقول العمال كلها مشيت. الكلام ده حقيقي؟ لا في ناس موجوده. هي هو انت تصور العمال؟ انت تصور العمال. ممكن نجيب الكاميرا عليهم؟ لا هو عايز الكروت بس. احنا ماشيين حد؟ لا الناس موجوده. ده كدير العمال. الناس كلها موجوده وزي الفل وشغالين ومفيش اي حاجه. وبس يعني العلامه التجاريه المطبخ. مدير المطبخ؟ مدير المطبخ. اعرف عليك؟ بقالك كام سنه مع الحاج صبحي؟ انا بقالي 17 سنه. 17 سنه؟ في حد ماشي؟ لا هو الناس الحمد لله كلها موجوده واحنا الحمد لله شغالين ومفيش اي مشكله خالص. اصحاب العلامه التجاريه دي اصحاب المكان مشوا حد؟ لا مفيش حد مش هو. كل الطقم هو الناس كلها موجوده. وفي ناس كتير قوي يعني في اسامي كتير قوي موجوده داخله في ال 20 وال 25 سنه. في مثلا حد زي كان معانا عثمان لولا احمد بلبل خالد عصام. كان معانا ناس كتير قوي موجوده. يعني الناس دي كلها موجوده وشغاله. واحنا في الاول وفي الاخر بنتمنى الخير للطرفين. انا شايف حواليا كل العمال موجودين. لقيت صوره كده لكل انا 17 سنه شغال. بقالك كام سنه شغال؟ 2007 شغال دريبر. ولا حد اتكلم معانا ولا حد. 20 سنه. طيب دلوقتي احنا معانا عقود وكل حاجه مثبته. طب الحاج صبحي طالع بيقول ان هو ما خدش فلوسه كامله. انا ما اعرفش. انا هو راجل بيعني من شهر واحد واخد فلوسه بتحويلات بنكيه مثبته. من شهر واحد؟ من شهر واحد. وهو اساسا قاعد يتحايل عليا من شهر 10 لحد شهر 12 عشان قبل راس السنه عشان اخد المطعم ده. وقلت له قال لي انا مخنوق وانا تعبت. انا مش عايز اقعد. انا عندي ثلاث اولاد وبنتي عايز اربيهم وتعبت. انا مش قادر. عايز اقعد في مزرعتي واشتغل. وقلت له طب انا مش شغلتي عشان انا راجل بتاع عربيات. قال لي انا مش هسيبك. قال لي انا هقعدك وانا هبقى معاك في كل خطوه. يقول لك انا اشتغلت خدام هنا عندهم. نهائي ده كان بيجي هنا. ده احنا كنا بنيجي نتحايل عليه. كان المطعم كل يوم اللي هو بيجي فيه كان بيتقلب تصوير معاه. واخر مره كان من 15 يوم قبل ما يروح يسافر السعوديه عشان العيد القومي. هو اخر فيديو عامله من 15 يوم ونازل على الصفحه بيصوره هنا ومفيش اي حاجه خالص. فجاه لقيته بيقول لي انا كنت شارب صفحه الدرق من الوسائل التواصل. بقى انا اشتريت صفحه الدرق واتنصب عليا. طب انا مالي؟ انت اتنصب عليك. انا نصبت عليك؟ انت ليك حاجه عندي؟ انت حضرتك بتقول انا ما حاولتلكش. حضرتك هديك كشف حساب من البنك تقول ان انا ما حاولتلكش تمن المطعم كامل كتير وبعد كده هنتكلم. لكن انت ما تجيش تقول لي انت بقال المطعم معايا 10 11 شهر. 10 11 شهر. طب انت فين؟ فين من 11 شهر؟ وجاي لي ليه؟ يعني انت لو انت في حاجه في ضميرك ليا جاي لي ليه من 15 تصور اعلان في المطعم عشان خاطر العيد القومي؟ وانت طول السنه معايا رايح جاي عليا. ومثلا لو في حاجه انت وردتها لي اللحوم او حاجه بتاخدها كامل القيمه. وقرايبه هم اللي يشهدوا بكده. يعني انا ثلاث ارباع المطعم هنا كله بلديات وقرايبه. انا ما جبتش حد من هنا ولا جبت حد من هنا. كلهم من كفر طحا قرايبه. انا شايف العمال كلها حواليا. تعالى مدير المطبخ. تعالى يا محمد. انت منين؟ انا من كفر طحا. من كفر دي بلد مين؟ تعالى هات بلد المعلم. بلد ايه؟
انا من ساعه ما جيت هنا مشيت حد حد شغالين زي ما احنا سواء كبابجيه او شيفات او ستاف خارجي. طب هو يعني انا اللي انا مستغرب له، انا عايز اقول له يعني انت انا انت عشره معايا 25 سنه انتوا اصحاب اساسا من 25 سنه يعني الصيف كنا الصيف ما بنصيفش الا مع بعض الصيف ما كناش بنصيف مع بعض الا الاسر مع بعضها ما بيطلعش الا كل مناسبه حلوه على الحلوه وعلى الوحشه مع بعض. هو انا مش بتاع مطاعم بس هو جالي قال لي انا تعبت فانا مفيش اضمن مفيش ده بنوعه طلب منه طلب وهو لمده 3 اشهر من شهر 10 من شهر اكتوبر 23 لحد شهر 12 لحد ما ابتديت له فلوس توريد وقال لي انا هسلمك المطعم وبس انا مش هسلمه لك كده انا هفضل معاك عشان مش شغلتك. القيمه كام بقى اللي اتشرب بيها؟ لا دي بقى ديت القيمه ديت دي في العقود وصلته كلها كامل القيمه. هو بيقول ان في جزء من القيمه ما وصلوش نهائي نهائي. وعندي مدير وعندي المدير مدير البنك مدير البنك اللي هو عارفه بقاله 15 سنه مدير بنك الاستاذ مينا بنك قطر بي ان بي. هو خد وهو خد وثانيا الاهم من حاجه قلت له يا عم انت لو بتعمل كده عشان عايز مطعمك او حاجه عايز مطعمك عايز خده خده يا عم وعلى قلبي انا كنت ضيف يا عم وهسلمه لك ومش عايز منك حاجه اديني اللي انا دفعته وربنا يرزقك واتحيلت عليك وفي ناس شهود على الكلام دوت شايف. فانا لقيته ودخلني في صفقه الدره. طب انت يا حاج صبح كل ما تعمل حاجه وتخسر هتجي لي انا هتبيع لي انا هتيجي تبيع لي المطعم من اول وجديد؟ هو بيقول العلامه التجاريه بتاعته لحد دلوقتي. لا يا فندم بيقول الصفحه بتاعته لحد دلوقتي العقد عقد الصفحه ديت العقد اللي بينه وبينه هو اللي يقول العقد بتاعي وفي شرط جزائي. هو من الصفحه اللي انا ما ينفعش اللي انا الصفحه ديت هو ما ينفعش يمنعني اللي انا اشير عليه يعني بتاع المطعم ما ينفعش يمنعني ده العقد هو اللي بيقول مش انا. تحدث هو عن نقطه مهمه جدا بيقول لك ان العلامه التجاريه وفي بيننا قانون والمحل هيرجع لي تاني. لا 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 يرجع لي ازاي؟ ده هو قال لك لا انا مش عايز محلات خلاص. حد حديث الصحفيه النهارده قال لك انا ماليش دعوه بالمحل وخلاص. وبعد كده هو انا جيت هنا عشان هو اللي اتحايل عليا بس انا من كتر الضغوطات اللي بقى لي اسبوع مشاكل معاه انا قررت ان انا اقفل المحل. انت عرضت عليه ان هو ياخد المحل تاني ما رضيش؟ اربع خمس مرات وفي شهور وهو ما رضيش ياخده تاني. قال لي يا عم ده انا قال لي انا مش عايز بتاعه. قال لي ده انا في بند في العقد قال لك ان انا مش هفتح تاني مطاعم ما افتحش كمان ما افتحش خالص في القاهره. امال هو لو رد لو حب يرجع انت قلت العرض قائم ان هو يرد الفلوس اللي خدها ومش عايز حاجه زياده مش عايز اي حاجه زياده اللي انا اديته له ياخده. طب ايه اللي مانع؟ ما اعرفش. قلت له كده قلت له طب انت بتضغط عليا عشان تاخده؟ قلت له خده بالحسنى مش عايز حاجه. بتعمل ليه كده؟ البيع تم من سنه؟ من سنه يا فندم والمطعم معايا من سنه. طب ايه اللي فتح الموضوع تاني دلوقتي؟ معرفش. انا اكتشفت بقى ان في وسائل التواصل الاجتماعي بيقول لك انا اتنصب عليا في صفقه الذره. طب انت اتنصب عليك في صفقه الذره كل ما تيجي هتبتزني انا حاج صبحي؟ هي دي اخره العشره اللي بيننا وبين بعض؟ يعني انا طب انت وثانيا انا اسف في عماله طبعا اللي انا بشوفه حرامي في المطعم لازم امشيه. بالظبط. انا واحد حرامي او اي حد حرامي او اي حد بيعمل حاجه غلط عشان ده اكل وشرب. ايوه لازم الحاجه تتعمل بما يرضي ربنا. انما الناس كلها القديمه اهي. انتوا رجال صح كاميرا يا رجاله؟ بالكوا قد ايه معايا؟ لا ده سنين بقى لنا 10 سنين. قد ايه؟ ده بقى لنا 10 سنين. في حد جديد؟ لا كلكم من زمان. نروح فين؟ تعالى اهو كبير الكبابجي تعالى يا ابو حسني. ابو حسني تعالى يا ابو حسني انت بقى لك قد ايه في المطعم انا مع الحاج صبحي؟ 8 سنين. احنا مشينا حد عم ابو حسني جبت لك كبابجيه جديد او اودام او مش انت هو اللي اصطفى هو؟ هو اصطفى هو. احنا نروح لفين؟ محدش مشي. احنا نروح احنا مكاننا هو انت وهو احنا شغالين في المكان. وبص يا استاذه وهو اول لما جه يسلمني المطعم قال لي الناس دول اعتبروهم مكاني انا اعتبروهم انا وعاملوهم بما يرضي ربنا زي ما بتعاملوهم. وادي مدير الاستاف ابو فاروق استاذ فاروق بعد اذنك. الراجل دوت شغال معاه من قبل الحاره كان بابه لا باب شقته لازق في باب شقته في فروض الحاره رود الفرج. بالك قد ايه مع الحاج صبحي؟ 20 سنه. هو باع فعلا المحل؟
شغله بقى ومحل بقى بس بقى من غير حد ما يضغط عليه. انت بقى 20 سنه معاه؟ من ايام الشارع. وهو بقى المحل خلاص. والمحل شغال. وكل الرجاله دول عمال اللي حاجه صفر. مفيش حد من الرجاله. والراجل ده بقاله 20 سنه، الراجل ده بقاله 20 سنه، انا بقالي 20 سنه. ادم مش مفيش حد من الرجاله دي كلها كده، يبقى اقل واحد بقاله 10 سنين. طب نظرتك هو بيعمل ايه كده؟ هو اعلم، هو بقى ليه؟ مش عارف، مش عارف والله. ان هو باعه خلاص واشترى والصفقه تمت. مع الناس ديت واشتغلوا واعتبروهم انا، واعتبروهم انتوا وانيا واشتغلوا، كان بيجي لنا الاول والدنيا كانت تمام. تمام. بس انا برضو يا جماعه برضو عشان برضو عايز اضيف حاجه، لو هو في اي ايداع في ضغط اللي انا هو بيضغط عليه عشان اقفل المطعم، فانا عندي 850 واحد مرتبطين في رقبتي. الناس انا هقفل، انا هقفل ازاي يا حاج صبحي وانت بتضغط على الضغط ده؟ انت كده بتجبرني ان انا اقفل. بس في 850 واحد، المحل ما كانش فيه 1600 عامل، المحل 850 عامل، وهجيب لك مدير الاتش ار دلوقتي، مدير شؤون العاملين، ما فيش الكلام دوت. والناس اللي صفه هم اللي شغال. امال ايه؟ امال ايه؟ امال ايه؟ بعد اذنك استاذ وليد دوت معاه جاره من الحاره. من زمان، من الحاره. استاذ وليد مدير شؤون العاملين، احنا مشينا حد؟ لا مشيناش. قول انت قابلت الخبر ازاي؟ استاذ وليد فوجئنا زي ما حضرتك. هو لما جه سلمنا كلنا موجودين. لما جه سلمنا زي ما انت شايف حضرتك كلنا موجود. كلهم الناس دي مش قادره تستغنى عن المحل، لان هم متربيين في المحل. وده مصدر اكلنا. المحل ده ولما جه سلمنا المحل قال لكم ايه الحاج صلى لنا الناس دول كانهم موجودين بالظبط. وانا مش هسيب يعني وانا وكل ده ضغط عشان اقفل. طب انا 800 انا خدت من كتر الضغط، انا كنت خدت قرار غلط. بس انا ما غلقتش الحريم، انا عندي هنا زياده عن 250 وحده، وكل واحده عليها التزامات. قولي طب انت، قال لي انت، قال لي انت هترجع شغلتك الطبيعيه. طب احنا هنروح فين؟ قلت لهم لا، انتوا ضغطوا عليا وعملوا لي مظاهره في المطعم. قلت لهم لا، انا عشان خاطر عينكم، انتوا جزامكم في دماغي، انا مش هقفل حتى لو كانت هتبقى بخساره، وهحارب الدنيا كلها عشان خاطر ال 850 واحد اللي هو سايبهم لي في رقبتي، اللي ربنا ادهم لي، قال لي دولت هيبقوا في رقبتك انت. لكن عشان ده رز... عشان الناس هنا، هنا المطعم ده رزقه للناس اللي شغاله. مش انت ناوي، انت ناوي دلوقتي الفتره الجايه دي هتدير المرحله دي ازاي؟ يا فندم شغالين زي ما احنا، مطعم وصاله ودليفري وبزاره وكل حاجه واجود حاجات. المطعم شغال بقاله سنه، المعلم مش بيجي كده كده. المعلم مسلمه لي بقالي سنه. وفي مطبخ، في ستاف، في كل حاجه من الناس هي اللي بتدير، هي اللي بتقابل الناس. هم المديرين الرئيسيين، المديرين، المديرين هم اللي موجودين، هم اللي بيشغلوا. تحب توجه رساله دلوقتي لحد؟ بقول له يا حاج صبحي مكانك، واحنا ما عملنالكش معامله وحشه، ولا زي ما انت ما بتقول كنا انت شغال عندنا، انت هتفضل رمز واخونا وعشره، وبرغم اللي انت قلته عليا بس انا مش هقدر ارد عليك. بس انت واخد فلوسك كامل القيمه، وفي شهود، وسيبك من الشهود، الفلوس ما فيهاش شهود، الفلوس ديت بتبقى ورقه وقلم وايداعات بنكيه. بس انا برضو رغم ذلك، بالرغم اللي انت قلت عليا، بالرغم اللي انت قلته عليا، انا انت اخويا ومكانك، وده مكانك في اي لحظه، وانت